يسعدني في البداية أن أوجه شكري الخالص، شكري الجزيل للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجديده الثقة في شخصي وتعييني على رأس ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، ثاني أكبر المدن الجزائرية كما ورد، ربما لن أطلب كما ورد في كلمة معالي الوزير. وأنا مدرك أيما إدراك أن تجديد الثقة مسؤولية أكبر من بنائها أول مرة، ومواصلة الثقة ليست فقط تشريف أعمق بل تكليف أصعب. إنها لثقة عالية وأمانة غالية حملها ثقيل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.